أهلا يا أصدقائي، اليوم راح أحتفل مع أصدقائي اللي ما منهم فائدة باليوم الوطني. أوكي، يلا كل واحد يروح يغير ملابسه. يلا يا إخوان، ما منكم فائدة أقسم بالله. أوكي، كنا خلصنا سكناتنا، الحين بروح نبني بيت. يلا كي بروح هنا. هنا ما عندهم خيارات، المنطقة هنا مو حلوة. كي خلاص بروح اغير المكان، لحظة دقيقة بغير وبروح عند البحر، بيكون هنا احسن. بروح ابني البيت، لحظة بختار بيت، هذا مش حلو. دقيقة، يعني كلهم مو حلوين. لحظة، هذا لا مو حلو. دقيقة، هذا كويس. يلا نمني، نشوف في واحد أحلى منه. أوكي ما في، خلاص علقنا هنا، علقنا. لحظة كذا تمام. يلا يا جماعة تعالوا، إن شاء الله كل واحد راح مكان. أوكي، الحب اللون باللون الأخضر. دقيقة، الحين يلا راح نزين البيت، بنروح نزين البيت. يا اخي تعالوا، يلا الحين لحظة، يلا عشان نزين البيت نروح ندور مكان، نختار مكان زين في البيت. اوكي شكل بعطي كل واحد غرفة يزين فيها، خاص بزين بذي الغرفة. اوكي شكله مش حلو، شو اسمه ذا المكان مرة صغير، عشان كده بنطلع برا بنزين. يلا يا اخوان تعالوا. اوكي خليهم يجون الحين، يلا نزين هذه المنطقة. دقيقة دور اي شيء اخضر، هذا شكله مش اخضر، خاص بحط هنا بلالين. اوكي وبحط كمان، نحط كمان زيادة، ندور اي شيء ثاني اخضر. هنا في شيء اخضر؟ لا ما في، لا في بس مو حلو. لحظة ندور شيء اخضر، والله ما في اي شيء اخضر. اوكي تعال نحط هذه. اوكي يعني هي مش خضر، مش شو اسمه، مش اخضر، بس اوكي كذا يعني احتفال، فهمتوا؟ طب ما في شيء اخضر ثاني، تعال نحط هنا كمان لمبة خضرة. اوكي ما شاء الله عليهم، والله ما قصروا، حطوا كل شيء، كل اللمبات الخضر حطوها. اوكي كذا زين المكان. طبعا هذا يصنف من اسوأ التزيين في التاريخ، لما كنا زينا كان احسن. اوكي الحين بنلعب قميضة، فانا بروح اعد. يلا روح تخبوا. اوكي يلا، 1 2 3، شكلهم ياخذون سنة. 1 2 3 4 5 6، والله تمام عديت كثير. روح ندور، ممكن في احد فيهم يكون برا تخبي في المسبح، ايش دراكم يمكن. اوكي والله ما ابغى امشي خلاص، تعال ممكن في احد هنا، لحظة بشوف. اوكي ما في اي حد، بروح ورا نشوف. اوكي ما في اي احد هنا ولا هنا، تعال ندخل جوا، يمكن هم جوا اصلا. اوكي ما لقيت احد برا، نطلع فوق نروح الغرف، نفتش غرفة غرفة. اوكي ممكن في احد برا، ما في شيء. ايش في علقت، يا ما شاء الله ما قصر يعني، سبحان الله. يلا يلا دور معي لو سمحت انت كمان، ممكن ما في احد هنا، دور دور صديق دور. اوكي ما في اي احد، شكل بقعد ادور كذا. اوكي فقالي ساعتين ادور اليوم، تخيفين طلعوا، شوف الملاقي فل الله طردوا. اوكي مسكين حرام والله طرد، تخيش لقيت طلع في مكان سري هنا وما كنت نعرفه. هنا روح الحمام، ما شاء الله كلهم هنا، حتى المكان كله اخضر. اوكي والله لا ترد، خلاص حرام حرام ما ينفع. اوكي وكذا خلصنا الفيديو حقنا، وباي. بابا 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 جا. حبيبة بابا الأميرة إلينا، أنا عاوز أعرف أنت زي كل مرة بتعرفي إني جيت،
وجايب لك معايا لعبة كمان. أنا بستعجل. بعرفك أول ما تيجي. فعلا حبيبتي دي أنا حاسس إنك عندك قوة خارقة، بتفهمي كل حاجة وبتحسي بكل حاجة برغم إنك مش تشوفيش. الله لعبة حلوة عجبتني، شكلها قرد. الله جميلة، ده حلو قوي، هتكون صديقي المفضل، تعالى بحضني، حبيتك قوي، ده جميل. شفتي الأميرة ألينا؟ برغم إنها ما بتشوفش عندها كأنها حاسة سادسة، تحس بيه أول ما يجي، صح؟ فعلا يا جلالة الملك، حسيت بكده، كل حاجة بتحس بيها فعلا، ربنا عوضها عن بدل نعمة البصر. حبيبتي أنا بحبها قوي، حبيبة بابا، تعرفي إني بحبك قوي؟ وأنا كمان حبك قوي يا بابا. يلا يا حبيبتي عشان تروحي تنامي. ماشي يا ماما، هروح أنام دلوقتي، بس خلينا نلعب مع القرد شوية. حلو قوي يا بابا القرد ده، شكرا. هجيب لك كتير يا حبيبتي، دايما تأمري هجيب لك كل حاجة. العشاء جاهز، أحطه دلوقتي يا جلالة الملك؟ طيب ماشي، بس وكلي إلينا وبعدين نيميها. يلا حبيبتي تصبح على خير. وانت من أهله يا بابا، اقفل الشبابيك والستاير. انت عرفت ازاي بقى انا ما قفلتهاش؟ انا بعرف، اقفليها كويس. يلا، انا بحس بيها من الهوا اللي جاي منها. واضح انك ذكية جدا. طيب وكده نام. هو بابا فين يا ماما؟ هنا يا حبيبتي، هو شكله رايح رحلة الصيد. واو، طب خلينا نسلم عليه قبل ما يمشي. خلينا امسك ايدك. لا يا ماما، انا حافظة كل منطقة في القصر، ركن ركن، ما تقلقيش. بابا انت رايح رحلة الصيد؟ ايوه يا اميرتي الجميلة، انتبهي لنفسك. ماشي، هغيب يوم او يومين بس، وخلي بالك امي والدتك، انا عارفك بتدير القصر كويس وتخلي بالك من كل حاجة. ما تقلقش يا بابا، كل حاجة في أمان. طب ما تقلقش يا جلالة الملك، خلي بالك من نفسك. أهم حاجة خلي بالك من إلينا. ماشي، يلا هروح، تيجي تودعيني برا زي كل مرة حبيبتي؟ يلا تعالي. مع السلامة يا جلالة الملك، انتبه لنفسك. مع السلامة يا بابا، هتوحشني، ما تأخرش. مش هتأخري يا حبيبتي، انتبهي انت بس لنفسك. مع السلامة. ويلا بقى عشان ندخل جوه، اتمنى ترجع بسرعة يا جلالة الملك. ماما بابا خلاص مشي، هيرجع يا حبيبتي، كلها يوم او يومين. طيب انا طالعه فوق، انا حاسه انك حطالي الاكل مش في اواني، حطالك في احسن الاطباق الذهبية، كل حاجة، ما تقلقيش. لا حاسه انه مش في طبق كويس خالص، ما تستغليش ان انا بشوفش، انا بعرف كل حاجه. قلت لك يا جلاله الاميره انه في اطباق ذهبيه بتاعتك، كل حاجه. اوكي هفوتها لك المره دي، كاني سمع صوت حد. في حاجه مش مظبوطه في القصر، مش عارفه ليه شكه في الخدامه دي، حاسه انها بتعمل حاجه مش كويسه. هما انا سمعت صوت ماما، هي مالها ماما، بتعيط ولا ايه؟ ماما هي معاك في غرفه بابا ولا شي؟ ماما فينك؟ انا سمعاكي بتعيطي. مالك يا ماما بتعيطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ باباك يا حبيبتي اختفى خالص في الغابه، وحراس كلهم بحثوا عنه ما لقوهش. ازاي؟ اكيد بيرجع، ما تقلقيش يا ماما. لا يا حبيبتي شكله مش هيرجع خالص، شكل الحيوانات المفترسه انقضت عليه وقتلته، عشان لقوا كمان اثار دماء وملابس على الارض. مستحيل، مش مصدقه ان بابا ممكن ما يرجعش تاني، انا حافظ له على كل حاجه، انا متاكده انه هيرجع. اسف يا حبيبتي. يا قلبي خليني ارتاح شويه.
انا متاكده ان بابا يرجع، ولازم احافظ له على كل حاجه في القصر، كل حاجه لغايه ما يرجع لي، كل حاجه مظبوطه. جلاله الاميره محتاجه حاجه؟ لا مش محتاجه حاجه، بس انا حاسه انك بتاخدي حاجات من القصر. هي راحت فين؟ انا حاسه الخدمه دي بتسرق حاجات من غرفه بابا، مستغله غيابه. انا متاكده حسيت بيها، شميت ريحتها. تعالي هنا، انا شفتك. وقفي عندك. انتي شايفاكي، انتي بتسرقي حاجات من هنا. انا هقول لماما. ابدا يا جلاله الملكه، متهماني الاميره بالسرقه، ما انت عارفاني اني معاكم من زمان. لا 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 يا الينا، هي معانا من زمان، ليه تسرق؟ اكيد يا الينا انت فهمتي خطا. يا ماما انا متاكده انها بتسرق حاجه من غرفه بابا. لا يا حبيبتي، يمكن بس شكه انت، بس انا متاكده يا ماما. مام خلاص انا بروح انام دلوقتي. اسلوبها ده مش عاجبني بالمره، خلينا افتش الغرف كويس، بس اكيد مره هظبطها. انا متاكده ان في حاجه بتعملها مش كويسه. الليل جه. ايه ده؟ انا سامعك، اني سامعه صوت او شم ريحه غريبه. خلينا اجيب السيب بتاعي. مين في غرفة بابا؟ مين؟ اذا ما نطقتش كلمة وقلت انت مين، هقتلك بالسيف حالا. انت مين هنا؟ خلاص هضرب بالسيف. لا لا خلاص خلاص يا اميرة، ده انا قلتلك انك بتسرقي حاجات بابا السمينة. انت فاكرة بابا مش هيرجع؟ يلا ارجوك تسامحيني، طلعيني من هنا. انا ما بسامحش الخاين ابدا، سامحيني يا اميره وطلعيني. الخاينين ما بسامحهمش ابدا. فين الحارس كمان؟ زي ما قلت لك كده، اذا انت فتحت لي الباب ودخلنا وقتلنا الملكه وبنتها، خلاص انا همسك حكم الدولة دي واكون انا الملك واخليك انت الوزير. ماشي ماشي، هفتح لك الباب واسيبه لك مفتوح، في نص الليل بيكونوا نايمين، تدخل تقتلهم بسرعة. ماشي اوكي، هستناك. كل حاجة تمام، اتفقنا، بس هكون الوزير. اوكي فرصتي. الحارس مش موجود في القصر من فترة، شم ريحة خيانة. خلينا انزل اشوف ايه بالظبط. ادخل يلا، هنروح غرفتهم نقتلهم الاتنين. طب يلا بسرعة. ايه ده؟ تعال. خاينين؟ ما صدقتش انك تكون خاين، ده بابا كان بيديلك كل المسؤوليات. خليني اروح لماما. انت عملتي كل ده في القصر؟ مش مصدقه كلهم طلعوا غينين. ايوه يا ماما كلهم طلعوا غينين. ماما انا شم ريحه بابا. بابا ازاي يا حبيبتي؟ بابا مات؟ لا تعالي شوفي، انا متاكده ان بابا موجود. مش قلتلك يا ماما بابا رجع؟ حبيبتي الينا الملكه، انا مش مصدق ان رجعتي تاني. الحمد لله انا فوق قدرت اعالج نفسي وفوق وارجع تاني. قالت المرج اخيرا انك رجعت، كل الناس اللي حوالينا كانوا خاينين. ما تقلقش يا بابا، انا حافظت لك على كل حاجه، لولا الينا كنا رحنا فيها. مش مصدق يا خاين، وتدخل الخاين ده كمان، بجد انا مش عارف اقول ايه.
بصي ألينا، أنت هعينك دلوقتي، هتكوني أنت وريثة العرش، ومن دلوقتي هتشاركيني في الحكم. فيش أذكى منك في كل الدولة دي، أنت أنقذت مملكتي وأنا مش موجود، وهتكوني وريثتي في كل شيء، وهتشاركيني من دلوقتي في كل الحكم. أهم حاجة إنك موجود معانا يا بابا. يا أنا عندي التوأم دول متعبين جدا، أخيرا شغلت لهم الكرتون اللي بيحبوه، خليهم بقى يسمعوا لغاية ما بيحجموا الرضاعات بتاعتهم، دايما كده بيضربوا في بعض معرفش ليه. عندي ريم دي شقية جدا، تحب تضرب أختها على طول، كويس عندي حليب كفاية، خليني بقى أعمل لهم الرضاعات بتاعتهم. بيضربوا بعض تاني؟ اكيد برضو يا ريم، انا مش عارفة ليه بتحبش اختك، دايما تزوميلي كده مش عارفة بتعملي حركات غريبة. يلا تعالوا بقى ارضعوا، معلش حقك علي حبيبتي يا ليان. يلا يا حبيبتي اما انتي اقعدي انا خلينا اقعدي انتي على الكرسي في هنا يا ريم. اما انتي حبيبتي تعالى ارضعك، انا مش عارفة ليه اختك كده. اقعدي هنا يا حبيبتي لينا، خليكي بعيدة عن ريم افضل لك. وانتي بقى يا ست ريم تعالى رضعك، يمكن تكوني جعانة عشان كده بتضربي في اختك على طول، بجد انت بقيتي مزعجة جدا. يلا يا حبيبتي ارضعي، معلش هما صغيرين وبيضربوا ببعض، مع ان ليان حبيبتي ما بتضربهاش خالص، مش عارفة ليه كده انت بتكرهي اختك. يلا يا حبيبتي اقعدي جنبها لغاية ما تكبري. يلا يا حبايبي نلعب شوية لغاية ما يجي الليل بقوا تناموا، لما بتناموا انا برتاح قوي. تعالي هنا يا ليان اخدك بقى لحسن اختك تضربك زي كل مرة. انت بقى وتكبروا شوية بجد متعبين جدا، حتى لو كملوا سنة ونص افوق شوية ما بنامش خالص منكم. يلا يا حبايبي الحلوين اديني غيرت لكم، انا مش عارفة برضو ريم زعلانة ليه، دايما وشك مكشعر كده ليه يا حبيبتي؟ يلا بقى العبي مع اختك عشان بابا جاي النهاردة، اخيرا جاي من السفر وهيشوفكم كمان، غايب يجيله كام شهر، اكيد هيتفاجئ لما يلاقيكم كبرتوا بقى وبقيتوا حلوين. شفت ليان فرحانة ازاي؟ العبوا بقى هنا يا حبيبي بالمشيات، امشوا واجروا براحتكم لغاية ما جهز بقى الاكل عشان بابا هيجي بعد شوية، فاهمين؟ تقعدوا بقى ساكتين ما تعوزوا تضربوا ببعض. الله الجو جميل اليوم والشمس حلوة، خليني بقى اجهز الاكل بسرعة. غسلت الاطباق كويس، انا شلت كل الاطباق منها، يدوبك دلوقتي اجهز الاكل وبس. صغيرة بس ازاي تقطع وشي اختك كده؟ ايه الدم اللي في امها ده؟ ده محور وشها كله. تعالي حبيبتي معلش حقك عليا، معرفش بتضرب فيكي كده ليه بطريقة غريبة. تعالي بسرعة خلينا نغسل لك وشك، تعالي يلا 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 خلاص خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش. انا مش عارفة اختك دي مفترية بجد مفترية، ازاي تعمل فيكي كده؟ معلش يا حبيبتي بابا يجي كده ولا وشك كله ملزق، حقك عليا. خلاص يا عمري انا عارفه انك زعلانه، تعالي يا حبيبتي انا مش عارفه اعاقبها ازاي، مشكله انها صغيره مش عارفه اضربها ولا عاملها ايه، طيب انا مش عارفه بحبش الضرب اصلا. تعالي يا حبيبتي ماما انتي
شفتي عملتي في اختك ازاي؟ انا مش عارفه ايه اللي بينك وبينها تضربيها بالشكل ده، تخيره غير طبيعيه. اهدي بعيد عنها هنا. تعالي يا حبيبتي. هدى هدى انا جيت. هدى تعالى. فين؟ افن فجاه. انا جيت خلاص. عامله ايه هدى؟ وحشتيني جدا. اهلا يا احمد، معلش كنت زعلانه شويه، بجهز لك الاكل حالا. ليه يا هدى زعلانه ليه؟ فعلا وشك زعلان. البنات فيهم حاجه؟ مرضانين ولا حاجه؟ لا مش مرضانين. تعال شوف، بص ليانا وشها تقطع ازاي، اختها ضربتها بطريقه غريبه، كل شويه تضربها، معرفش ليه بتكرهها كده. فعلا ازاي وشها تقطع كده؟ معلش هما الاطفال كده، ما تزعليش. فين هي ريم؟ تعالي يا ريم، تعالي لبابا. انا هاخدها اقعد شويه وانت جهزي الغدا براحتك، ما تزعليش. انا هاخدها اتكلم معاها شويه. تعالي يا حبيبتي. ممكن بقى يا ست ريم تقولي لي انت ليه ضربتي اختك؟ انت بتحبي اختك حبيبتك توامك، يعني تحبيها وتلعبي معاها، انت ليه زعلانه منها؟ قولي لي بس. يا اخيرا خلاص على السرير، اخيرا جنبي ناموا. تعبيني قوي يا احمد، تربيتهم دايما بيضربوا ببعض، نفسي يلعبوا يبقوا كويسين. معلش يا هدى هما الاطفال كده. وبعدين انا اسف جدا ان انا بسافر كتير، مش بساعدك في تربيتهم. على العموم انا هحاول اكون معاكي. انا عارفه يا احمد ان عندك شغل كتير، مش مشكله، هما يكبروا خلاص كام سنه وهيكبروا ويمكن يفوقوا شويه. ان شاء الله يكبروا بسرعه. انا هروح انام بقى لو كنت تعبان او من السفر اليوم. اتمنى يكبروا بسرعه واشوفهم كده عاقلين ويلعبوا مع بعض. اي ماما شعري. ايه ده ريم بتعملي ايه؟ شعري يا ماما بتقطع شعري. ليه كده يا ريم تضربي اختك وتشد شعرها؟ نزل يا ماما شعري كل شويه تشدني من شعري. ليه كده يا ريم؟ هو شعرها ليه كده؟ قال لي شعري مش زيها، انا عاوزه شعرها ده. انا مش مصدق. لا انا عاوزه شعرها. يبقى انت كنت بتكرهيها عشان لون شعرها؟ عادي لما تكبري يا حبيبتي هصبغ لك اللون ده، بعدين انت شعرك حلو برضو، مش خشن ولا اي حاجه، ولونه جميل الاسود حلو. لا انا عاوزه الشعر ده، لازم تجيبي لي شعرها. انا هاخد شعرها. تاخديه ازاي يا حبيبتي؟ ما بيتاخدش وبيطلع. معلش يلا بقى تعالوا بعد اعمل لكم سندوتشات حلوه وبطلوا عشان ما ازعلش منك وتضربي في اختك كل شويه. ماشي يلا يا حبايبي، كل بقى السندوتشات وبعدين العبوا مع بعض. مش عاوزه العب كده برضه يا ريم، انت دايما كده بتزعليني. شفت ليه ليان حبيبتي حلوه ازاي؟ يا ربي دايما كده مشاكل. خلينا بقى جهز الاكل، انتوا بقيتوا مزعجين جدا. انا خلصت بقى لعبه على الموبايل. واو خلينا نرتاح شويه راضي كده هستنى. تعالي بقى نوريكي حاجه حلوه، كب على شعرك ده. اي شعري. ايه ده تاني بتشدها من شعرها؟ يا ماما بصي. ايه ده اللي حصل؟ كبت على شعري بتاعي كده. كبت على شعرها ايه؟ كلور كلور. تعالي تعالي بسرعه، تعالي بسرعه. ازاي تعملي كده في اختك؟ ليكي عقاب شديد. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش، حقك عليا. تعالي اغسلك شعرك بس ما تخافيش، شعرك هيطلع تاني. ازاي تعمل لها؟ حرقت لها كل شعرها، انا مش مصدقه. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش، حقك عليا، شعرك هيطلع بسرعه، كلها شهر واحد وهتلاقيه طلع. خلاص يغيرونا من شعرك بطريقه غريبه. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش كده. بقى خلصت واجباتي كلها. واو خليني بقى احطها هنا بقى وراح اشرب بقى اي حاجه. كتبت وجباتها كالعادة، خلينا نرملها الدفتر في الشباك في الشارع. هو ده؟ اوه تمام، ف
من الشباك. يلا خليني ارمي الدفتر. في كمان دفتر كمان كده. خلاص خلصت يا ماما. في برضو بتتخانقوا تاني في ايه يا ماما؟ دفتر الوجبات اللي انا بكتبه بتاعي كله، رمت لي كل الدفاتر يا ماما، مش عارفه حطيتها فين. تاني يا ريم برضو ترمي لها دفاتر، مش هتبطلي الحركه الغبيه دي، انا زعلانه منك. عادي يعني، فيها ايه؟ خليها تكتب تاني. وبتضحكي بكل برود، انا مش مصدقه تعملي كده في اختك، بتبطلي حركاتك دي عشان بجد؟ مال وشك اتغير كده؟ مالك في ايه يا ريم؟ اتكلمي. مش عارفه، راسي، بطني، جنبي، مش عارفه. مالك في ايه؟ انت بتستعبطي عشان تهربي من العقاب؟ برضه هتتعاقبي، فاهمه؟ عشان تبطلي تعملي كده في اختك لازم اعاقبك عشان تبقى ايه ده؟ ريم ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ خلينا نطلب الاسعاف بسرعه، ده غير بحاجه بجد. بسرعه في يا دكتوره، طمنيني عندها ايه؟ للاسف يا مدام عندها كسور في الكلى، ولازم عمليه زراعه كلى فورا والا هتموت. تموت؟ ايوه، لازم حد من فصيلتها يتبرع لها بالكلى، والا فعلا هتموت، لان الكلى بتاعتها توقفت تماما الاثنين. لازم انا يا دكتوره، انا هتبرع لها بكلى من كلتي. ارجوك يا دكتوره خليها تعيش، انا مش عاوزها تموت، هي توامي. طيب كده تمام، بل توامها اكيد متطابقه معها في كل شيء. ليان في يا حبيبتي؟ عاوزة ايه من اختك؟ ليان ما تتبرعليش، انا ما استاهلش، انا كنت دايما بضربك، حتى لو بتضربيني انا مستحيل اسيبك تموتي، انت اختي برضو توامي، معرفش اعيش من غيرك. يلا يا حبيبي ما تخافوش، العملية مش هتاخد وقت ماشي، وهتكونوا كل اتنين انتوا بخير. انا جايبالك الورد ده وبشكرك انك انقذت حياتي، وبتاسف لك على كل اللي فات، انا فعلا ماليش غير اختي، وانا كمان بحبك، انا مستحيل اسيبك حتى لو بتضايقيني، متعوده وجودك في حياتي. بصراحه انا مكسوفه منك قوي من كلامك الحلو ده يا ليان، معرفش انك بتحبيني كده، وانا اسفه جدا، انا كنت بغير من لون شعرك بس، ولا يهمك هصبغلك نفس اللون بجد، وانا بحبك قوي، وانا كمان